ये सिलसिला ينعاد عليك يا ميسي. ينعاد عليك يا باري. كيفك ميسي؟ أنا تمام، كتير منيحة، مو شايفة؟ ينعاد عليك، كيفك؟ ينعاد عليك خالتي. بدك تشوفي الفتاش؟ ميسي يلا نشعل الفتاش. إيشان؟ نعم. دير بالك عليهم. أكيد. بدي سلم على عائلة باري. ماشي، خدي بنتي تعالوا لهون يلا. بابا أنت أزيد؟ خالتي هذا بابا. بابا كتير حباب، مو حلو؟ ايه عمو، هي هي ماما، ماما الحلوة. شو معكم حابين تعرفوا علي؟ أنا مين بكون؟ بلا، هاد بيكون بابي. ينعاد عليك دكتور ملهوترا. ينعاد عليكم. ينعاد عليك. شكرا. دكتور ملهوترا، مرتك ما اجت؟ ميسي فرجيني ايديكي. شو هاد؟ كثير وسخين. حاش تلعبي بالفتاش، يلا روحي غسلي. تعي انا بغسل لك ياهم. باري تعي. الولاد بهالعمر بيحبوا يلوتوا حالهم. تفضل. أنا شوي بالحق. بالإذن منك، عندي شغلة. ماما خليني ألعب شوي كمان.
تعالي أنا بفرجيكي. يلا تعوا خلونا نلعب، قصدي نشغل الألعاب النارية. كيفك؟ كيف راح كون يعني؟ بعد ما نسيتني وتركتني وبعدت عني. لا يا أمي، أنا ما نسيتك بنوب. عيطي علي أمي، أعملي شو ما بدك، بس لا تبعدي عني، عانيني. يا قلبي أنت، أنا مشتاق لكم كتير، اتصلت فيك كتير بس كنت خجلان أحكي معك. بابي، بابا تعال لعب معي. شو عم تعمل هون؟ تعال نلعب مع بعض. بابا يلا أمسي. كنال أنت أبوها لباري. لو كانت عندك ذرة شرف ما كنتي ضليتي هون دقيقة واحدة، بس لا، مستحيل واحدة مثلك تحس بمعاناة الأم. بدعي لربي إنه ما تحسي بحياتك بهالشعور أبداً، وبدعي لربي كمان إنه عمرك ما تصيري أم. خالتو فيكي تبوسيني بعدين؟ هلا لازم روح العب بالفتاس، تعي العبي معنا. يلا بابا تعي العب معي. انتي روحي والعبي مع ميستي، انا جاي. وعد؟ وعد. من قلبك؟ من قلبي. هاي كونال، نديني هون كمان؟ راديكا، شو وصلوا الضيوف؟ مع مين عم تحكي؟
كونال ما عاد إلك مثل الأول. كونال اللي قدامك بيحبها لناندينيا. هدول ورقات طلاق. خلص من هلأ علاقتي فيك انتهت. لك شو صار لك؟ أنت منيحة؟ ماما ماما باري أنا مو أمك، أنا أم لميستي بس. باري خالتك بتخاف من الألعاب النارية وأنا بخاف أكتر منها، بس هي مو حابة تعترف. ميستي اليوم لعبتي كتير، خلينا نروح. بس ماما لسه هلا وصلنا، خلينا شوي كمان لو سمحتي. وباري لسه هلا اجيت، وكمان نحن لازم نشعل فتيش مع ابوها لباري. لك انا قلت بكفي، ما رح نشغل شي حاسك لعب. بس لا تعندي، يلا. خالتي ليش بدك تاخديها لميستي؟ هي ما بتخاف من الفتيش ابدا، انتي روحي عبيتكن. وكمان نحن لازم نروح ونتعشى سوا. ميستي خلينا نلعب. ايه لا ميستي ما رح تروحي لمحل. انا هاد كلامي. يلا وما رح نتعشى سوا، يلا امشي. هلأ خالتي خايفة من الفتش لهالدرجة؟ ايه حبيبتي، هي خويفة كتير. شو رجعك لعنا؟ راديكا قالي له انه يروح من هون وبسرعة، ما بدي اشوفه بهالبيت. بعد ما قطع كل علاقته فينا ليش لحتى يجي لهون؟ راديكا قالي له يطلع من هاد البيت وفورا. بترجاك اسمعيني للآخر. ما بدي اسمع منك شي. بعرفك مو قدرانة تشوفيني، بس عملك طلع من هون. ابني كونال صار لك شي؟ ورجيني. أنا آسفة. أمي كيف فيني أطلب منه يروح؟ بعد ما رجالي بعد كل هالسنين أنا ما فيني أطلب منه يروح.
ليكون عم يتفضل علينا بجيته. ليش نحن عزمناه؟ بعد ما تركنا وراح، ليش لحتى يرجع لهون هلأ؟ ما نحن كنا عايشين بلا ومبسوطين، وراح نضل عايشين بلا ولا عبالنا أصلاً. رديك أسألي إذا إلو عنا شي، وإذا إلو عنا شي ياخده ويمشي. إلو ستو الخديارة لسه ما ماتت، بس موت خبري ليجي يحضر جنازتي. معلش أنا بلاني ستي. ستي أنا كتير اشتقت لك. كنال كنال يا ابني، كيف بتعمل فينا هيك؟ ضليت ناطرتك كل هالسنين لترجع لنا، ما اجى على بالك انك تشوفها لستك. ماما ماما انت عم توجعيني. ماما انت قلتي ان رح نتعشى سوا، وابو ولا باري اجا كمان مشان نحتفل بالعيد كلياتنا، لهيك هو جابها لباري. اصلا باري وابو اليوم لغوا مشوارنا مشان يجوا يلعبوا معنا بالعيد. لما قلك اني ما رح روح العشاء لا تجادليني. ميسي حاج تعيدي نفس الكلام وبلا عناد. هلأ أبوها لباري صار أهم مني؟ يلا امشي خلينا نروح. مولي يا حلوين، روحوا عملوا أي شيء والعبوا، بس لا تنزعوا شيء ماشي؟ يعني رح أمن فيكم. أوكي. ميستي؟ مولي؟ شو مشكلتك؟ من وقت ما اجينا وانت معصبة. مولي أنا ماني فهمان لهلا، ليش ما بدك نروح نتعشى؟ ما نحن عزمنا للدكتور ملاهوترا. إيشان؟ ليش خليت ميستي تروح؟ هي اليوم لعبت كتير. ميستي؟ ميستي تعي. مولي اهدي، أنا عم اسألك عن شي وانتي عم بتردي على شي تاني، على قليل جاوبيني. لك شو قصة الدكتور ملاهوترا؟ ليش ما بدك تتعشي معه؟ ما بدي نتعشى. لك ميستي 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 تعي. طيب ليش ما بدك مولي قليلي؟ ما بدي اتعشى مع كونال وبنته. انت ليش ما عم تفهم علي؟ طيب ليش ما بدك تروحي معه؟ لانه ما بدي يخرب لي حياتي اكتر من هيك. ميستي كونال، مولي قالت لي ما بدها تروح مع كونال وبنته. قصدك انه كونال، كونال الدكتور كونال ملاهوترا. هو زوجك السابق؟ مولي أنا كتير آسف، أنا ما كنت بعرف إنه هو، يعني أنا ما كنت بعرف شي عنه، وأنتي ما خبرتيني قبل، وأنا ما سألتك. هالشخص بيذكرك بالماضي؟ بس أنا بفهم هالشي عن جد بتفهمه. إذا ما كان بدك تروحي رح ألغي هذا العشاء، ما في داعي تروحي. أنا رح خبر الأستاذ ملاهوترا أنه ما رح نجي. لا إيشان مو مشكلة، وجود كونال وعدمه ما بيفرق عندي أبداً. هذا الزلمة ما عاد يهمني نهائياً. أنت وعدته لهيك رح نروح، وجوده ما بيعنيني أبداً. إذا هيك الموضوع
منروح. بس إذا بدك تجي لتبيني شجاعة ما تجي. خلص إيشان، عن جد كنال، كنال ما عاد بيعني لي، هو صار من الماضي وأنا هلأ كل اهتمامي بالحاضر، ما رح يأثر فيني. يعني كنال ما له قيمة ولا أهمية بحياتي. عم الدكتور تعا خلينا نشغل فتاش. بابا لو سمحت تعا خلينا نشعل فتاش. لا بنتي تأخرنا وبدنا نروح. يلا إذا بتريد خلينا كمان شوي، مو بدنا نتعشى هون. حبيبتي تأخر الوقت ولازم نروح على البيت. يلا أمشي. عمو كيف بدك تروح هلأ؟ أنت قلت إنه رح تجيب بالي لنتعشى ووعدتني، ونحن لهلأ ما أكلنا شي. إذا بتريد عمو لا تروحوا هلأ. أي بابا أنا كتير جوعانة، خلينا نروح نتعشى. أنت وعدتني إنه نجي نتعشى هون مع الكل. رح نجي لهون بيوم تاني، هلأ بدنا نروح. امشي. دكتور كونال، ما بصير نوعد الأولاد بشي ونخلف فيه. بالحقيقة ما بصير نخلف بوعودنا لأي حدا، وأنا ما بحب أعمل هيك. فشو قلت؟ دكتور ملهوترا، البنات مصرين يروحوا، لهيك منروح. خلينا نتعشى بشي مطعم قريب، وفينا ناخد المدام ملهوترا بطريقنا. لا عمو، ماما ما بتروح لمكان، امي بتضل كل وقتها معنا، انا وبابا ما بتتركنا، مو هيك بابا؟ هي ما رح تجي بس نحنا. ميستي يلا. باري باري تفضل. وانت دكتور ملهوترا، شو بتحب اطلب لك؟ شو بدك تاكل؟ اي شيء على ذوقك. انا بنقي. باري نحن هلأ بمطعم، بقى لا تعذبي. أنا ما رح طعميكي، رح تاكلي لحالك بالشوكة والسكين، ماشي؟ بابا طالع له كرس، لأن ماما ضلت طعمي أكلات كتير طيبة لحتى سمن. نانديني رح أعطيكي قائمة بأكلاتي المفضلة. ها نانديني انسي هالقائمة وما تردي علي، لأنه هو بزمن بسرعة. كوني خبير بالأكل ومدير مطعم فكمان بحب الأكل. طيب اليوم الأكل رح يكون على ذوق البنات. باري رح ناكل أكلتنا المفضلة، بتشارطي إنه فيني آكل أكتر منك؟ ماسي بصارت، وحتشوفي كيف رح فوز. يلا خلينا نشوف مين رح يفوز فينا. بتشارطي إني رح فوز؟ لا أنا رح فوز. لا ميسي ما رح تاكلي عكيفك، هلأ بتطلبي فطاير بتشبعي من أول لقمة مثل العادة. أنا بطلب لك. إيه باري الحكي إليك كمان، أنا حأطلب لك ورح تاكلي منيح، ماشي؟ أنا بطلت آكل. وأنا كمان. ما بيصير هيك، معناها رح أطلب أنا، رح نجيب رز وجاج كرمال البنات، أكيد رح تعجبون، ما هيك؟ ما
بس أنا ما بحب الرز وأنا ما بحب الدجاج. طيب لكان منطلب معكرونة. إيه وبدنا بوزة كمان. إيشان طلب لهم رز برياني ودجاج. مو هي أكلتك المفضلة؟ بلا بس بزيت خفيف. طالما هيك بدك فمن عيوني، يعني لما تطلب الدكتورة ما فيني إلا لا أبداً. بالمناسبة دكتورة، فينا نطلب بوزة بعد الأكل؟ بالأول البرياني بزيت خفيف بعدين البوزة. مولي بسط لأني شفتك سعيدة، منيح يلي تقابلنا. أنت لقيتي شريك حياتك ومبسوطة، الحياة عوضتك، لأنه أنا ما قدمت لك غير الحزن والوجع. آسف مولي. منيح أنه التقينا لحتى تعرف أنه وجودك ما بيفرق عندي ولا بيأثر فيه. للحظة توهمت أني ما بقدر أعيش بلاك، بس اليوم عرفت أني عايشة ومبسوطة كتير كمان. وجودك معي وعدمه واحد، أنا هلأ قوية ومنيحة. إيشان معها ورح يدير باله عليها، تاحي أنتي وهو رح يعرف يتصرف. هو بيعرف منيح كيف يهتم بمولي. أمي أنا أم سيئة صح؟ أنا نسيت كل وجع مولي بمجرد أني شفت ابني. بلحظة نسيت حالي وما فكرت كيف رح تحس هالمسكينة. يا روحي عن جد أنا آسفة كتير كتير آسفة. ماما أنا خايفة كتير وقلقانة. إيشان بحياته ما شاف صورة كونال حتى، مو بس إيشان وميستي كمان ما شافتها. إيشان واعي وذكي كتير، أكيد بيكون فهم الموضوع من الطريقة اللي تعاملنا فيها مع كونال. بس يا ماما هو ما بيعرف أي شيء بخصوص مولي ونانديني، ما بيعرف كيف كانت علاقتهم ولا كيف صارت. صح أنا خايفة، يعني ميستي موجودة معهم، بلكي قالت شي شغلة بالغلط قدامهم أو صار شي خناقة قدامها. أنا كمان كتير خايفة، يعني كونال ومولي فجأة طلعوا بوش بعض والتقوا وفي بيناتهم ميسي وإيشان، والاثنين ما عندهم علم وما بيعرفوا كونال. يا ربي بترجاك تهدي بالنا وتطمننا. دكتور ملهوترا احكي لنا عنك، يعني كيف حياتك وطمننا عن شغلك. بصراحة نحنا ما كنا بالهند، ما لنا زمان راجعين، بس طبعاً انبسطنا انه رجعنا. اي بس الاستقرار بمكان جديد صعب، خاصة على الأولاد وعلى الستات البيوت، وكمان تغيير مدرسة باري. و الحقيقة ما واجهنا مشاكل بمدرسة باري أبدا. المقابلة تبعها كانت كتير منيحة لهيك انقبلت بسهولة. البابا دائما بيعلمني على كل شيء وعلى طول بيساوي لي كل شيء بدي اياه. يعني باري غنوجة البابا. ايه وغنوجة الماما كمان. اصلا انا بشبه ماما كتير. نفس العيون ونفس الغمازات. بابا على طول بيقول لي اني نسخة عن ماما واني حلوة مثلها واني مثل الملاك. طالعة بتاخدي العقل. آسفة. ولا يهمك حبيبتي. عادي أنا آسفة ما كان قصدي. شكرا.
كنيستي؟ تعي طعمي لبابي، هو كتير بيحب هاي النكهة. شو نسيتي؟ مولي ما أنا مشكلة، بس أنت كتير بتحب هالنكهة. شكرا بنتي. كتير منيح، الأكل كلياته خلص والبوزة خلصت هلأ كمان، في فارتين أكلوا كل شي على الطاولة. لا نحنا مو فارات، نحنا أحلى وأقرب رفقات. أصلاً باري هي أختي الصغيرة. هي مو بس رفيقتي، هي كل حياتي. طبعاً نحنا أكتر من رفقات، يعني فيك تقولي إخوات، هي قطعة من روحي. لا 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 لا، أنا مو أختك. البابا إلي لحالي، وأنا ما بقبل أبداً حدا يشاركني فيه. هو أبي أنا وبس، أوكي؟ مستي يلا خلصي البوزة بسرعة، مسكي بدنا نرجع على البيت. حبيبتي أنا طالع أجيب سيارتي، صفيتها كتير بعيد. بقى بشوفكم برا يا جماعة. أكيد. منروح؟ أي يلا يلا يلا. أنا كتير آسف، صار لك شي؟ بدي بالون بابا، بدي بالون ماما، بالون ماما، بالون. مستي حاجة تنقي، منجيب بعدين اوكي. ماما بالون، ماما بالون، ماما بالون. مستي لا تكوني عنيدة، خلصنا. ماما بالون، ماما بالون، ماما بدي بالون. مستي باري خليكي هون. مستي الولد اللي كونال عم ينكر وينكر وجوده اصلا، ليش بدي حمله مسؤوليته بالغصب؟ ميستي فيدي دير بالي على بنتي لحالي. شكرا ميستي. مستي انت منيحة؟ ليش قطعتي الشارع هيك؟ ليش هيك عملتي؟ لازم تنتبهي، ما بصير تقطعي لحالك.
ميزتي المشاغبة، رعبتينا. طيب مو حرام عليكي؟ أنا آسفة بس ما عاد شفت شي غير البالونات. مو مشكلة. بنوتي المشاغبة. ميسي تفضلي، هذا إليك، بس اوعك تقطعي الشارع لحالك مرة تانية. باري كونال، شكرا. الطفلة اللي حاولت تنقذها اليوم يا كونال، ما بتعرف انه انت نكرت وجودها بالماضي وما اعترفت فيها، ولهذا السبب انت ما بتستاهل تعرف انه ميستي بتكون بنتك. يلا باي باري. تعالي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.